السلام عليكم، صباح الخير. كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، اول حاجه غادي نقولها اللي اول مره كتشوف القناه، معك هاجر من قناه ام ريان. كنتمنى انك تشتركي اختي معايا في القناه، هكا باش دائما توصلي بالجديد ديالي. مهم اليوم ان شاء الله فقت اختي مع 7 ديال الصباح، صيفطت الوليدات المدرسه، اختي ولبست جلابيتي وتبعتهم هما مشاو للمدرسه وانا اختي هبطت للبيم. صراحه كنت باغا الكراسه ديال البحر، وبحكم انهم غاليين البنات، راه حنا كنعرفوا كاملين باللي هما الثمن ديالهم غالي في البلايص اخرين، يعني كتقدري تلقايهم 200 درهم، 220، 250، المهم غاليين. ونفس الصراحه جاوني نفس الكاليتي بحال هادو اللي كاينين تماما في بيم. المهم هنا انا مشيت على قبل هاد لي بواط هادو، فينالمون ما خديتهمش حيت لقيت راسي ديباسيت الفلوس اللي غدا بيهم، صافي ما خديتهمش. ولكن غادي نرجع ليهم لانهم موجودين صراحه، بان لي واحد الكونتيتي كثير جابوا فيهم. المهم بالنسبه لهادو راهم فنيين، هادو ديال الثلج دايرين لهم تقريبا 14 درهم على ما اظن، 14 درهم باش كاين الثمن ديالهم. دايرين فيها البواطه وهذيك اللعيبه ديال الثلج، صراحه عجبوني. وهنا لقيت هذه ديال البيكنيك وديال الخرجات ديال البحر، انا حليتها لكم هنا باش تشوفوها، صراحه زوينه بزاف، والداخل ديالها بحال هكا، يعني كتحافظ على الماكله الا كانت سخونه ولا بارده، كتبقى محافظه لكم عليها. وجاني الشكل ديالها زوين، رفع دوك الحديدات باش يعني كتقادوها كتبقى شاده العبار ديالها، صراحه زوينه هذه. حتى جيت للدار وقلت نكون عخديتها. مهم ولقيت هاد لي بواط هادو اللي قلت لكم داير الثمن ديالهم حتى هما 14 درهم، صراحه فيهم الالوان يعني الكري الموف الغوز. وهادو 6 ديال الطباسل، 6 ديال الكيسان، و 6 ديال المعلقات، و 6 ديال الفراشط، و 6 ديال الماس. وهادشي كامل بالثمن ديال 50 درهم، يعني كينفعوا بزاف بزاف هكا حتى هما في البحر وحتى في السفر علاش لا. وهاك ليلي جا هذه الصراحه كانت عجباني بزاف، ومن شحال هذا وهي عجباني. ومشيت كنت في الاول غادي ناخذ غير صغيره ديال 12 ريترو، ولكن جاتني صغيره بزاف، يعني ما غتقدرش تهز ليا حتى شي حاجه، كنظن ما غادي تهز والو. فخديت هذه الكبيره دايرين فيها 20 لتر بالثمن ديال 270 درهم. هنا وكنوريكم الالوان اللي كاينين في هذاك الباك ديال الكيسان والطباسل، يعني فيهم ثلاثه ديال الالوان، كاين الغوز والموف والفير، صراحه لوينات زوينين. ودابا غادي ندوز نوريكم الكراسه، ان شاء الله فاش غنمشي للدار غادي نحلهم معاكم. هنا وريتكم غير يعني شنو هما الالوان اللي فيهم، كاين الزرق وكاين الاخضر، ولكن الزرق جابوا غير واحد، يعني انا مشيت دخلت من الناس الاولين، يعني ما كاينش كراسه زرقين، كاين غير واحد. انا كنت باغا الزرق مي ما لقيتوش، صافي خديت الاخضر. حتى الطوابل هادو، المهم الكراسه 140 درهم. بالنسبه لهاد الطوابل هادو راهم فنين، انا ما حليتهاش لانها كتمونطا غير هي، تبارك الله بانت لي الكاليتي ديالها زوينه ومخدومه بالثوب، يعني نفس الكاليتي ديال الكراسه ومخدومه بنفس الثوب ديال الكراسه. الثمن ديالها كنظن انها 200 درهم، 199 هي هادي، ميني طابل 199 درهم. صافي وهنا لقيت دوك الكريسيات الصغيورين، حتى هما دايرين لهم 80 درهم. وهذا الساق ديال البحر حتى هو تقريبا بحال هذيك السله ديال البيكنيك، حتى هو زوين بزاف، داير لي 80 درهم. المهم انا كنت يلا كيقادو في الازمنه، وانا هنا كنصور لكم. صافي وجابوا هاد اللعيبه هادي ديال لاسيغ، حتى هي كاينه صراحه، كلشي داكشي اللي كاين في هذا في لانونس راه جابوه. وهذه داير ليها ثمن ديال 14 درهم، هادي تاهي كتنفع بزاف. هنا جاتني الثمن اللي هو رخيص بزاف، لان في ايكيا كتلقاوها زايده بزاف الثمن. وهادي كتصلح هكا اللي حليتو هكا شي خنيشه ديال الكسكسو ولا سنيده ولا شي حاجه، كتسدو بها لي بوا داك الميكا ديالكم. المهم جايبين حتى هادي ديال البحر ديال الباراسول، يعني باش كتحفروا الرمله كتسهل عليكم. وهنا بديت كنوريكم هاد لي برودوي هادو اللي حاطين، صراحه عندهم كلشي، وداكشي الصراحه زوين، انا عجبني كلشي. انا راه نهز نرحل نرحل انا نرحل بيم كامله بكلشي واللي فيها. المهم هنا لقيت الملحه بقاو فيها ثلاثه، خديت انا وحده، المهم خليت فيها غير جوج، بقاو جوج. المهم نتمنى نكون حاولت نوصل لكم شويه من بزاف ديال الحوايج اللي كان خاصني نبقى ونحل لكم، ولكن غيجيكم الفيديو طويل وما غاديش يتلاح ليا اليوم. وهنا غادي نمشيو للدار باش نشارك معكم المشتريات اللي تقديت. المهم هنا الى لقيتوني جيت للدار، وبغيت هكا نشارك معكم اشنو تقديت من بيم. بصراحه خديت غير الكراسه وخديت هاد الثلاجه هذه،
غنبدا نحل لكم هذا الشيء باش تشوفوه. وهنا كانت حتى الملحه، دايرين 3 كيلو بثمن ديال 25 درهم ولا مع 29 درهم. صافي خديت السميده. المهم انا غادي نحاول نصور لكم، راه كلشي مازال ناعس. انا مشيت قديت الغراض ورجعت. هنا نوريكم هذا هو الاول، انا نحلو نعاود نرجع معكم. المهم هذا هو الكرسي البنات، شوفوا ليا تبارك الله كرسي غزال في هاد البلاصه هادي، في كيتحط هنا الكاس والكرسي تبارك الله صحيح. هذا واحد التوب زوين بحال الخنشه، والتوب صحيح ديالو. خديت هادو منهم زوج، خديت هذا وخديت هذا، واحد ليا واحد للزوج الكريم، وهذا خديته لولدي حيت وليداتي صافي خديت لهم، يعني زدني غير واحد هكا. هذا داير لي 50 درهم، وهادو جاني الثمن صراحه ثمن مناسب 140 درهم. كيف ما كنعرفوا كاملين في البلايص ديالهم الكراسر كيتباعوا بثمن غالي بزاف، يعني كتقدري تاخديهم ب 250 300 درهم. فانا هنا حاولت نمشي ناخذ ليا جوج هكا. وبالنسبه للون البنات لقيت غير هذا اللون الزرق، راه ما كاينش، كاين واحد بياسه وحده، وانا بغيت ناخذ داكشي اسورتي اختي، اسورتي اختي. المهم هنا غادي ندوز دابا نوريكم هاد لابواط هادي شنو فيها. هكا كاين هاد البواط عجباتني هكا البحر، وحتى للسفر علاش لا. فيها هنا 6 ديال الكويسات ديال البلاستيك فنين هكا الوليدات، وهنا 6 ديال الماس، 6 ديال الفراشات، 6 ديال المعلقات صغار هكا دانون، ولا ديتو لهم هكا سالاد ولا شي حاجه للبحر. الصراحه هادشي كينفع بزاف. وهنا طبيصلات حتى هما 6، نحاول نحلهم لكم. المهم شوفوا لي الطبيصلات حتى هما منهم 6. المهم هادو عجبوني، خديت هاد اللون هذا هكا موف يديروه الوليدات والبنيات. ودابا غادي ندوز نحل معاكم الثلاجه اختي. شوفوا لي الدار باقا مرونه، باقا والله الا باقا ما جمعت ما والو، خرجت اليميه الاولى باش نصور لكم ونحط لكم الفيديو بكري. دابا غادي نحل الثلاجه ونعاود نتلاقاو. عجبتني بزاف 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 البنات هاد التليفيجه، جات فنه كتحمق. انا خديت ديال 20 ايترو، انا نوريها لكم ديال 20 لتر. المهم راه الكارطونه بقلوبه، خديت ديال 20 لتر، الاخرى جاتني صغيره بزاف يعني ما غاتز ليا حتى شي حاجه. هذه شوفوا فيها هاد السميطه هكا زوينه البنات، كتبان راقيه الصراحه. شوفوا ليا، المهم نتمنى يكون هادشي واضح. فيها هاد السميطه بحال هكا ديال الجلد، وهي المهم قاصحه كتبان الماتيريال ديالها مزيانه صراحه. هذه كانت غنحمق عليها، كنت شفتها شحال هذا في الصيف عند واحد السيده هكا في البحر وعجباتني، وقلبت عليها البنات وما لقيتهاش. المهم انا هنا غادي نحلها، نحلها ونشوفوها كيفاش دايره من الداخل. شوفوا ليا الداخل ديالها حتى هو غزال، زوينه بزاف ومتيسعه تبارك الله. ها انتم شوفوا صراحة زوينة هذه بزاف 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 عجبتني. وعندهم الأحجام يعني فدابا في بيم اللي حاطين ثلاثة ديال العبارات، هانتوما هي هذا الشكل ديالها، والسنطرة كتزاد وكتنقص يعني ممكن تزيديها ها هي، وممكن تنقصيها. هنا راه هما ناقصين منها، يعني انت كتزيدي فيها كيف ما بغيتي، ها الزيادة يعني كترجعيها طويلة. هادي بصراحة جاتني بخاسك بزاف بزاف وزوينة عجباتني، وحتى لاكولوغ اللي خديت هاد الغوز، هذا غوز بيبي صراحة زوينة بزاف. وهذا الشي اللي شريت، نتمنى يعجبكم ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. وصافي هذا ما كان، واللي أول مرة تشوف القناة كنقول لك معك هاجر مرحبا بيك، كنتمنى من قلبي أنك ما تبخليش عليا بالاشتراك فيها. المهم غير شوفوا اختي هاد الشيء اللي درت ومشيت على قبلكم صورت ليكم، نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك البنات، وما تنساوش تشتركوا الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه. بسلامه، خليتكم في امان الله وحفظه. بسلامه.